السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من تاريخ ونشأة الدول. هنحكي النهاردة عن آخر دول عربية في شمال أفريقيا، المغرب وموريتانيا والدولة اللي ما بينهم ومش معترف بيها. هنعرف إيه قصتهم وإزاي بدأوا ومين أول ناس سكنهم وليه هم اسمهم كده. تابعونا. أهلا بيكم من جديد. هنبدأ بالمغرب. أول ظهور للإنسان على المغرب قبل 6500 قبل الميلاد تقريبا. الجزائر والمغرب بدأوا مع بعض في حضارتهم وكمان في السكان الأصليين، لأن الأمازيغ والبربر تواجدوا في المكان ده في الوقت ده. وبدأ بعد كده ظهور الفينيقيين بعد رحلاتهم اللي بدأوها من الشرق للغرب. في القرن الأول الميلادي قدر ينشئ الأمازيغ مملكة على سواحل البحر المتوسط اتعرفت بمملكة موريتانية نسبة إلى كلمة موروس باللغة اليونانية، ودي معناها أسود. انقسمت المملكة دي وتعددت أسمائها في أماكن متفرقة، في منهم في شمال الجزائر موريتانية القيصرية وموريتانية الطنجية في شمال المغرب، وعلشان الاسم ده نفسه اتسمت موريتانيا اللي هنحكي عنها بعد شوية بنفس الاسم. طيب ليه المغرب بقى اسمها المغرب؟ أول اسم المغرب كان اسم المغرب الأقصى، وده ليه؟ عشان اعتقاد الإنسان القديم وقتها إن الشمس كانت بتشرق من اليابان والصين وبتغرب في المكان ده، علشان كده اتسمى المغرب الأقصى، ومن وقتها وبيطلق على المغرب الاسم ده. كده احنا عرفنا امتى بدأت ومين أول ناس سكنها وليه اتسمت بالاسم ده. تعالوا بقى نتكلم عن موريتانيا اللي تقريبا معظم الناس مش بتعرفها، ممكن بس علشان اخدناها في كتب الجغرافيا قبل كده، وده ظلم كبير للدولة دي هي ودول تانية هنتكلم عنها في الحلقة اللي جاية. موريتانيا آخر دولة في شمال غرب أفريقيا بتطل على المحيط الأطلنطي. بداية نشأة الدولة دي مش بتختلف كتير عن باقي المغرب العربي، تقريبا وقت ظهور البشر فيها بيرجع لنفس وقت ظهورهم في الجزائر والمغرب قبل 6500 قبل الميلاد. وبحكم جوارها مع المغرب فطبيعي يكون السكان هم نفسهم السكان اللي جم المغرب. احنا مسكنا سلسلة الحلقات من الشرق للغرب، وده علشان اتجاه الهجرات نفسها من الشرق، لان الشرق بداية لكل مكان في العالم علشان سفينة سيدنا نوح. نكمل كلامنا عن موريتانيا شوية. اتكلمنا عن مملكة موريتانية، دي كانت مملكة عظيمة جدا انتشرت في المغرب العربي وانقسمت لمملكتين زي ما قلنا. الدولة اللي بنتكلم عنها دلوقتي اسمها اشتق من المملكة دي واصبحت موريتانيا، بس الاسم الاصلي للدولة هو شنقيط، وده اسم اطلقه الامازيغ قديما. مرور الوقت ثبت الاسم على موريتانيا. كده احنا تقريبا انتهينا من موريتانيا اصلها وفصلها وبدات امتى واسمها الحقيقي. تعالوا بقى لاخر دوله غامضه معانا، الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه. تقريبا كده معظمنا مش يعرف عنها حاجه، وده علشان حاجات هنعرفها دلوقتي. اولا الدوله دي موجوده على ساحل المحيط الاطلنطي، شمالها المغرب وجنوبها موريتانيا وشرقها الجزائر. اكيد بتعود بدايتها زيها زي الدول المجاوره ليها، بس ايه قصتها الغريبه دي وليه هي مش دوله معترف بيها زي باقي الدول؟ هي كانت مستعمره اسبانيه لحد وقت قريب، اعلنت استقلالها عام 1976 وبدات جبهه البوليساريو في تشكيل اول حكومه فيها، وقدرت ان هي تفرض سيطرتها على اماكن معينه واطلقت على الاماكن دي المناطق الحره. اما بقى المنطقه المتنازع عليها فدي بقى بتديرها الحكومه المغربيه. فالدوله هنا بتعتبر ان المغرب محتله جزء من ارضها، في حين ان المغرب معتبر الاماكن دي منطقه عازله. وحصلت قبل كده صراعات كتيره جدا ما بين المغرب والجزائر على الصحراء دي، بدات عام 1963 وما زالت مستمره لحد دلوقتي. طب ليه الدوله دي بقى مش معترف بيها؟ ببساطه كده علشان حجم النزاعات اللي موجود عليها، وكمان علشان الدوله دي بتمتلك علاقات دبلوماسيه ب 38 دوله بس على مستوى الافريقي او الدول اللي ليها ميول شيوعيه، وبتتمتع بعضويه كامله في الاتحاد الافريقي. بس جبهه البوليساريو اللي بتشكل الحكومه هي مش عضو في الامم المتحده ولا جامعه الدول العربيه، علشان كده انت مش بتسمع الاسم ده اصلا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا وقدرنا نعرف اخر دول عربيه غرب افريقيا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا في القناه والصفحه بنفس الاسم على اليوتيوب والفيسبوك. اتمنى تشاركوا الفيديو لاصحابكم. هسيب لكم المصادر في صندوق الوصف او في اول تعليق. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.